عند غيره. اسمه خياط دبي، عندهم فرع بس فقط في بريده، ولا الظاهر بيفتحون. دعايه مجانيه يا دبي. يستاهلون والله، والله يستاهلون. لكن ما دام خياط دبي هنا، وش هذه يا ابو؟ هذه والله بالامس دعيت الى حفل جائزه الملك سلمان لحفظ كتاب الله وتلاوته. صراحه نشكر حكومتنا الرشيده يعني على اهتمامها بكتاب الله سبحانه وتعالى وحفظه وتلاوته وتجويده. وكذلك ما شاء الله كانت المنافسة قوية ما بين تقريبا 13 منطقة يعني مناطق المملكة، وكانت طبعا عبر يعني حفل كان كبير ولا حفل؟ إيه نعم، كان في فندق الرتز ما شاء الله، وحضر فيه أمير الرياض وكثير كبير شخصيات كبيرة من السفراء من ضباط من كذلك اللهم صل على محمد نائب أمير الرياض كذلك ما شاء حضر الله ما شاء الله، ووزير الشؤون الإسلامية كان موجود في الحفل ما شاء الله ونائبه. صراحة نشكر أقول حكومتنا الرشيدة على اهتمامها بالقرآن وكتابها، جوائز تقريبا ما شاء الله يعني كثيرة وكبيرة يعني، واهتمامهم هذا يشكرون عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمهم وأن يوفقهم وأن يعزهم وأن يؤيدهم بتأييده. الحفل كان جميل جدا يعني ما شاء الله، 13 منطقة شاركت وكان فيها أقول 13 منطقة شاركت في الحفل، وأنا كنت مدعو لهذا الحفل وكان لي الشرف في حضور هذا الحفل. اليوم استاهل أبو عبد العزيز، اليوم للقسم النسائي، أمس كان للرجال واليوم ما شاء الله بارك للنساء الله. وبيحضر كذلك شخصيات اي نعم كانت في المسابقات حضرنا، والحفل أمس كنا متواجدين فيه. جزاك الله خير أبو عبد العزيز، نفع الله عبد العزيز. ولعل الحفل هو آخر منشط كان قبلها مسابقات، نعم ما شاء الله، فهو جهد كبير صراحة. ختامي هذا، ختامي هذا يعتبر ختام يعني، فما قبله أخبرنا شهرين أو ثلاثة هم يعدون المتسابقين وكذا، فجهد وليس غريب على حكومتنا. المدينة منورت والمسجد حلقات من كل جهة، صغار وكبار وغير اللي عند النساء، وكذلك في مكة الحمد لله. الله ينفع بنا وياكم وإحنا أمة القرآن، أسأل الله أن يجعلنا وياكم ممن يعمل به. يلا هذه رسالة يقول تبرعت الوقف.